العملة حضرتك خالص. اه مفيش حاجة شكلها، مفيش حاجة، مش حاجة بالمعنى ده ولا شكلها. هو كل الحكاية ان احنا في بعض العملات الفئات الصغيرة من كتر استهلاكها بتتحول الى بتبقى في وضع سيء جدا. فلقينا ان في مادة جديدة اسمها البوليمر، انجلترا واستراليا وبلاد اخرى بتعملها للفئة الصغيرة عشان قدرتها على الاحتمال اطول. فهننزل في العشرة جنيه والعشرين جنيه معمولة بالبوليمر بس، لكن مش هنغير العملة ولا حاجة ولا بلاستيكية ولا غير ولا. ما هي البوليمر ده زي بلاستيك شوية، بلاستيك شوية اه بس مش بلاستيكية يعني بيفتكروها حتة بلاستيك. آه لا هي عملة بس المادة بتاعتها اقوى. بس دي في العشرة جنيه والخمسة والعشرين والعشرين جنيه عشرة والعشرين. دي من امتى المفروض ان احنا نتكلم؟ السنة الجاية ان شاء الله. السنة الجاية المطبعة الجديدة اللي عندنا جديدة بإذن في العاصمة. يعني هروح العاصمة مع عملة جديدة، مع يعني لو ربنا ادانا عمر ايه استعداداتنا للعاصمة النقل البنك المركزي؟ احنا بنبني احنا في 28 بنك رايحين العاصمة. نعم. وفي منهم قرب يخلصوا. نعم. احنا البنك المركزي متاخر شويه، الهيئه الهندسيه ركنانا في الاخر كده. مش السنه الجايه احنا طيبين. مش السنه الجايه. مش السنه الجايه حضرتك هتنقل. السنه الجايه لا العاصمه نرجو ان على اواخر السنه الجايه ان شاء الله. اكتر حاجه واكتر تحدي كان قدام محافظ البنك المركزي ايه على مدى الخمس سنين اللي فاتوا؟ اكبر تحدي